الناظور في شمال المملكة. الناظور يا الناظور، المدينة اللي سنين وهي مهمشة وكتنتمي لجهة الشرق اللي الناتج السنوي ديالها ما كيشكلش حتى 5% من الاقتصاد الوطني. غادي تتحول في السنين القليلة اللي جاية لقطب اقتصادي وسياحي كبير في البحر الأبيض المتوسط، وهذا الشيء رجع الاستراتيجية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه وينصره. هذه الاستراتيجية كتعتمد على 3 ديال النقاط أساسية. أولا، ميناء الناظور غرب المتوسط. هذا الميناء اللي غادي يبدل بزاف في الجهة الشرقية عامة والناظور خصوصا. هذا الميناء غادي يكون هو الأضخم في المغرب والمتوسط، وهذا الشيء راجع لتعدد الاختصاصات ديال الميناء. هذا الميناء اللي غادي يتكون من حواجز مينائية بطول 5500 متر وأرصفة بطول 2120 متر مخصصة للحاويات والسفن التجارية الكبيرة، وكيضم 3 المراكز مخصصة للسفن البترولية والكيماوية. كيضم كذلك 2 الأرصفة بطول 720 متر مخصصة للمواد الصلبة والسائلة والشاحنات والرافعات والخدمات. القدرة الميناء هي 3 ملايين الحاويات، 7 ملايين طن من المواد الصلبة والسائلة، و 3 ملايين طن من مختلف البضائع، و 25 مليون طن من المحروقات. هذه الأرقام اللي غادي تتضاعف بشكل كبير بحلول سنة 2030. وكإشارة، تخزين 25 مليون طن من المحروقات غادي يخلي المغرب قادر يستغل فترة السقوط الحر للبترول كيف ما هو رخيص دابا، وغادي يقدر يخزن لنا احتياطي مهم، خصوصا وأن مستقبلا غتبنى حداه مصفات لتكرير البترول كتوصل ل 200 ألف برميل نفط يوميا. هذا العدد اللي غادي يتضاعف لثلاثة ديال المرات من بعد، وهذا الشيء غادي يخفض الفاتورة الطاقية للمغرب بشكل كبير. وكيف ما ميناء طنجة المتوسط كتواكب منطقة صناعية ضخمة، ميناء الناظور غرب المتوسط غيتوفر لعدة مناطق صناعية قريبة له، منها الحظيرات الصناعية بسلوان اللي غتوصل لمساحة ديالها 142 هكتار بانتهاء كل أشطر، والمنطقة الصناعية ولاد ستوت بوعاء عقاري ب 500 هكتار، والمنطقة الصناعية بوجدة، والمنطقة الصناعية المندمجة تكنوبول بوجدة مساحة 107 هكتار. هذه المناطق الصناعية اللي غيتم ربطها بمنطقة حرة للتصدير ميناء الناظور، وباش يكون هذا الشيء بتناغم كبير تم مد طرق سيارة ممتازة وسكك حديدية كتربط الميناء بالمناطق الصناعية، وكتربطه كذلك بطرق السيارة المحورية الكبرى، وهذا الشيء غادي يخليه يولي بنفس قيمة ميناء طنجة، خصوصا انه فتح الباب امام سيل كبير من الاستثمارات الاجنبية اللي غادي يتم استثمارها في المناطق الصناعية. وهنا وبصيغة اخرى غيتم استنساخ تجربة طنجة عن الناظور، وبهذا الشيء الناظور غادي تولي من اهم الاقطاب الصناعية التجارية في المغرب. التغيير اللي غادي يوقع في الناظور ما غاديش يوقف غير عند هذا الحد، وانما غادي يشمل حتى السياحة. بحيرة مارتشيكا المنطقة السياحية مشروع سياحي ضخم من غير المجال الحضاري للمدينة اللي كيشهد ضخم كبير في الاعوام الاخيرة من ناحية توافد شركات وتزايد عدد العمارات والمكاتب والمحلات وغيرها، بالخصوص مركز المدينة اللي نهار على نهار كيتحول لقطب مالي جديد بالجهة. كيتم خلق مشروع سياحي هائل واللي غيكون تهيئة بحيرة مارتشيكا باستثمارات كتفوق 5 مليار ديال الدولار. غيتم إنجاز 7 ديال المدن السياحية، هي مدينة أطاليون، الناظور الجديد، قرية الصيادين، بساتين مارتشيكا، خليج النعام، مدينة البحرين، وأخيرا مارتشيكا الرياضية. هاد المدن كيحتويو على 1000 فيلا، 2400 شقة فاخرة، وأزيد من 100,000 سرير، والعديد من الفنادق ومسالك للغولف. قرية بحرية، جزيرة للطيور، خليج للمحار، منازل متنقلة، وكورنيش كيربط الناظور بشاطئ وركمان بطريق فوق 35 كيلومتر، إضافة لسبعة الموانئ الترفيهية، سبعة المارينات، سبعة الكورنيش يتخللها العديد والعديد من المحلات التجارية الفخمة والمرافق السياحية الراقية. وباش ينجح هذا المشروع تم توسيع مطار الناظور، حيث السعة ديالو حاليا كتقترب على 3 مليون مسافر سنويا، كما تم تطوير الطريق واعتماد وسائل نقل جديدة بإحداث خط الترام كيربط المطار بميناء بني نصار الترفيهي، وكذلك تم إحداث خطوط تيليفريك وطائرة مائية وغيرها. هذا المشروع غيخلي الناظور وجهة متميزة للسياح، وغيولي منافس قوي لمدينة مالاغا الإسبانية ونيس الفرنسية، كما أنه غيحدث لنا ما يقارب 80,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وحيت بحال هذه المشاريع ما يمكنش ينجحوا بلا العامل البشري، موظفين وعمال بكفاءات وتكوين عالي، تقرر إنجاز مدينة المهن والكفاءات الخاصة بمنطقة الشرق بالقرب من بحيرة مارتشيكا.
هاد المدينة اللي غتضم 60 سلك تكويني و 80% منها تكوين يعادل الدراسة الجامعية، وغتفسح المجال 2800 شاب وشابة باش يولجوا للدراسة بهاد المدينة اللي غادي يكون فيها 8 الأقطاب التعليمية، وهي الصناعة والرقمنة وترحيل الخدمات والإدارة والتسيير والتجارة والفلاحة ومهن الصحة والسياحة والفندقة. وهذا الشيء غادي يساهم في إنجاح المخطط الاقتصادي الناظور. وهنا بهذه المشاريع كلها، سواء ميناء الناظور ولا المنطقة الصناعية ولا بحيرة مرتشيكة السياحية ومراكز تكوين لمدينة المهن والكفاءات اللي غتوكل لها، إلى جانب المدارس العليا للتكنولوجيا والمعلومات المنجزة وغيرها من مدارس التكوين والتعليم العالي، مهمة تكوين كفاءات مغربية اللي غتشتغل بالمشاريع اللي تكلمنا عليها. هذه المعطيات كاملة اللي تكلمنا عليها سابقا غادي تخلي الناظور واحد الغول عملاق لإسبانيا خايفة يفيق، واللي بإذن الله غادي يكون عامل آخر من ازدهار الوطن. سالينا مع الناظور، والفيديو اللي جاي غنتكلموا على النهضة الاقتصادية ألمانيا وكيفاش المغرب يحاول استنساخ القدرة التنافسية والجاذبية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة. وتيرة الإنجاز نتعرف عليها في ريبورتاج عبد المجيد حلاوي ورشيد العتابي. إرادة ملكية سامية كانت وراء انبثاق هذا المشروع الكبير، مشروع تهيئة بحيرة مرشيكة بإقليم الناظور. مرت لحد الآن 10 سنوات، وهذا الزمن لم يمر دون أن تتحول البحيرة إلى فضاء يعلوه الجمال من كل جانب، الخضرة والطيور. البيئة في هذا المكان من البحر الأبيض المتوسط في احتفال. هذا المشروع اللي كان مطرح للنفايات في 68 كيلومتر من قطر البحيرة و25 كيلومتر من البحر من لابلاج، كيف أصبح اليوم مشروع الحمد لله بفضل سيدنا الله ينصره كيتكلموا عليه الناس في العالم كله، بحيث أن الأمم المتحدة في نيروبي استدعتنا مرتين لتقديم هذا الموديل ديال مرشيكة اللي أراده جلالة الملك أن يكون هكذا. بحيرة مرشيكة أصبحت تخلق فرص الشغل، أضحت مكانا جذابا للسياحة والإنتاج والترفيه. تغيرت البحيرة من حال إلى حال وأصبحت نموذجا يحتذى به في كل العالم. كانت وضعية هذه البحيرة وضعية مؤلمة، ولكن اليوم أصبحت محج بالنسبة لساكنة ماشي للمدينة فقط، ولكن لساكنة الإقليم كافة. الأحياء المحيطة بالبحيرة تمت إعادة هيكلتها بالإنارة والطرق. عندما يكون لديك بحر جميل على ضفة المتوسط، لا تحتاج سوى للإرادة القوية والوطنية والغير الصادقة لتضفي على المكان ما يستحق من جاذبية.